لما اخرى هذه المره من رشيديه معنا لاله امينه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره لاله سناء؟ الحمد لله. الله يبارك فيك امينه. مرحبا. كي دايره مع الصحاب؟ كلشي بخير بارك الله فيك. سعيده علينا وعليكم الصحه والسلامه ان شاء الله وبكل ما كتمنوا. يا ربي امين. يا ربي امين ان شاء الله. بغيت نشارك معك بواحد الكيكه كطيف كطيف الكسكوسه. واخا تفضلي. كاس ديال الزيت. كاس الزيت واخا يمكن نعم. واخا الا سمحتي عفاك تطفي الراديو ولا تنقصي منه اللي حداك واخا باش المستمعات يسجلوا هذا الاقتراح ديالك. واخا يلا تفضلي ان شاء الله. كاس ديال الزيت. كاس ديال السكر سنيده. معلقه كبيره ديال الشوكولاط اسود ومعلقه ديال نسكافي. ها هو سريع الذوبان. اي نصف كاس ديال الماء. ثلاثه البيضات. جوج خمارات. والدقيق حسب الخليط وواحد فانيا اختياريه. وكنخلطوا هادشي كامل وكنشدوا المول كندهنوه بشويه ديال الزيت او الزبده وكندردروا عليه الدقيق. وكناخذوا البرمه. هي كي كتسمعيني مزيان؟ اييه. وكناخذوا البرمه وكنديروا فيها الماء يغلي وكنقصوا البوطه وكنكبوا داك الخليط ديال الكيكه كنكبوه في المول وكنديروا فوق واحد المنديل وحيت كتغلى البرمه كنحطوا فيها المول ديال الكيكه. يعني كطيب في الكسكاس. كطيب في الكسكاس. اييه. وكنغطيوها بشي مغطى وكنقصوا عليها. ايه. ومده ديال نص ساعه بحال اللي مطيبها في الفران وهي ما كتجيش حمراء كتجي بيضه. كتبقى يعني بيضه شويه وكتعرفيها طابت كتشمي الريحه ديالها في الكسكاس. كتشمي الريحه ديالها وكتغطي هذاك المول ديال الكيكه بواحد المنديل من الفوق. ايه. وكتغطي وكديري من فوق واحد شي مغطى ديال شي حاجه. ايه. كنتقلو به. كنتقلو به النت وكتناقصي عليها العافيه مهيله. واخا وكدوز شي نص ساعه كتحسي براها طابت كتخشي فيها شي كوردون ولا شي حاجه كتجبديه بحال اللي مطيبها في الفران. انت درتيها في المول ديال الكيك ودرتيها في الكسكاس على اللي يعني على الدوره ديال الكسكاس. على الدوره ديال الكسكاس. واخا ولا ممكن ديروا قوالب فرديه على حسب اللي متوفر. على حسب كل واحد والاختيار. الله يعطيك الصحه. سمحوا لي من تعبكم. لا تبارك الله. وملي كان حسبوا لها نيت الوقت بحال نص ساعه بحال كما كطيب في الفران. ايه. نيت حيت كنجبدها هي كتجي بيضه ماشي كتجي محمره. مع داك الشوكولاته كتجي زوينه وكدهنها بالشوكولاته الاسود وشويه ديال الكوك ولا الكوفيتير على كل واحد الرغبه ديالها. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله فيك. شكرا لك بزاف أمينة. لا بالعكس مشكور على الاقتراح. اقتراحات وكنحاول نصوني الناس وما كيبغيش يشد ليا. يلا مرحبا بك في أي وقت. بارك الله فيك. إن شاء الله يقوت لك الخط دائما والمزيد من الاقتراحات. تبارك الله عليك أمينة. الله يطول عمرك. يا ربي أمين عمركم إن شاء الله. شكرا لك بزاف أمينة على تواصلك معنا من رشيدية ونواصلوا.